صباح الخير يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بصحه وسلامه وخير، وان شاء الله قريب قليله جدا هنكون في شهر كريم، شهر رمضان، كلنا طيبين وعدوا يا رب على الامه الاسلاميه كلها بالصحه والسلامه. هنفتكر يا شباب كده مع بعض، احنا خلصنا مع بعض نظريه الاعمال التجاريه، وكمان خلصنا نظريه التاجر، وشغالين دلوقتي المحاضره دي والمحاضره الاخيره اللي جايه كمان شغالين في اخر نظريه في الكتاب اسمها نظريه الشركات. يعني ان شاء الله هيكون 8 محاضرات، والنهارده دي المحاضره السابعه، وبامرك يا رب هنتكلم في جزء النهارده مهم جدا اسمه البطلان لعقد الشركه. احنا اتفقنا مع بعض ان الشركه ليها اركان موضوعيه عامه واركان موضوعيه خاصه، وليها كمان اركان شكليه. طيب لو افترضنا ان معنى كلمه البطلان يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه من دول موجوده في الاركان الموضوعيه العامه، لقينا مثلا ان الشريك عنده اقل من 21 سنه، يبقى اكيد هيحصل بطلان. طيب لو لقينا بعد كده اكتشفت مثلا ان الشريك اللي معاك داخل، بس داخل مش بارادته، داخل بالاكراه، يبقى هيحصل بطلان. لو اكتشفنا بعد كده ان محل الشركه مش مشروع، لو اكتشفنا ان الاركان الشكليه مفيش كتابه، مفيش نظام شهر للشركه، لو اكتشفنا بعد كده اي حاجه من الحاجات دي، انا كشريك مع حضرتك اكتشفت حاجه من الحاجات دي، هيحصل بطلان. ويعني ايه اصلا كلمه بطلان؟ وغير كده كمان، هو البطلان اصلا كم نوع عندنا؟ وايه هي الرضا؟ نسبي في شرط الرضا، تمام؟ يبقى لما نقول البطلان يتخلف احد الشروط الموضوعيه العامه، هنتكلم مع بعض الف البطلان في شرط الرضا، تمام؟ انا مش عايز حد يكتب معايا، انا عايزك بس تفهم وتركز معايا، كل الكلام ده هتاخده مكتوب جاهز. لما نقول البطلان في الرضا، يعني حضرتك النهارده انا اكتشفت وانت شريكي ان انت مش داخل بمزاجك، من الاخر خالص اهو، انت داخل الشركه غصب عنك، داخل الشركه عشان حد قال لك لازم تخش الشركه دي او لازم تكون شريك في الشركه دي. قال البطلان هي نسبي، يعني ممكن اللي احنا نقول هو لما نيجي ندي الحكم القانوني بتاعنا نقول هو قابل للاقطار، ممكن اللي احنا نستمر مع بعض وان انت خلاص تقول لا والله ده انا حبيت التجاره جدا وحبيت الشركات وهكمل معاكم، وممكن تقول لا ده انا هدفع بالبطلان وشريكك اللي معاك دوت يدفع بالبطلان، تمام؟ يبقى اذا شاب رضا احد الشركاء، يعني ايه شاب؟ يعني لحق برضا احد الشركاء او تاثر احد الشركاء بالبطلان، قال في الحاله دي بيكون ايه؟ في الحاله دي بيكون من حق الشريك التمسك بالبطلان. طيب انا النهارده عرفت ان حضرتك داخل معايا مش بمزاجك او غصب عنك زي ما احنا قلنا، عندي مده قد ايه علشان ادفع البطلان ده؟ قال لي عندك مده 15 سنه، 15 سنه من وقت ابرام الايه؟ من وقت ابرام العقد، او 3 سنوات من وقت اكتشاف هذا العيب. يبقى 3 سنوات من وقت اكتشاف العيب، 15 سنه من وقت ابرام العقد، تمام يا شباب؟ طيب بعد كده هروح ل حاجة مهمة جدا، قال لي البطلان لنقص أهلية الشريك. البطلان لنقص الأهلية هو برضه بطلان نسبي للشريك ولمن يمثله التمسك من باقي الشركاء، ويسقط حق هذا التمسك البطلان خلال 3 سنوات من زوال نقص الأهلية. يعني أنا النهاردة اكتشفت إن الشريك اللي معايا نقص الأهلية ما كملش 21 سنة، قال لي عندك 3 سنوات عشان تقدر تدفع بالبطلان، يا إما ما دفعتش بيسقط حقك في خلال 3 سنوات او بمرور 15 سنه، تمام؟ من وقت ابرام الايه؟ العقد زي ما اتفقنا. يبقى 3 سنوات من يوم زوال نقص الاهليه، من يوم زوال نقص الاهليه سبب نقص الاهليه، و15 سنه من وقت ابرام العقد. طيب كل الكلام لحد دلوقتي انا شايفاه سهل جدا، كل ده انا بتكلم فيه، بتكلم في البطلان النسبي، اللي هو بطلان نسبي يعني ايه؟ يعني يجوز التمسك به و يعني ما ممكن خلاص ما تدفعش بيه، وبيكون قابل للايه؟ بيكون حاجه بتكون قابله للابطال لمصلحه الشريك. طيب انا عندي بطلان بقى زي ما احنا اتفقنا مع بعض، بطلان مطلق. يعني ايه بطلان مطلق؟ قال لي بطلان مطلق يعني في هذه الحاله عدم مشروعيه الغرض، لو الشركه انشات على المحل الاستاذ ده عدم مشروعيه الغرض. طبعا انا بتكلم معاكم كتاب، يعني الناس اللي متابعه معايا الكتاب انا كل حاجه بقولها موجوده قدامكم. قال لي البطلان في هذه الحالة عدم مشروعية الغرض اللي أنشأت الشركة من أجله، كأن تكون الشركة قد أنشأت لتحقيق أغراض مخالفة للنظام العام. يعني كل اللي أنا قلته من شوية بيتعاد تاني قدام عينيكم، مفيش أي مشكلة. قال البطلان بيقرر صعوبتين، هل يمكن للشريك استرداد حصته
وكمان في حاجه كمان اللي هي الصعوبه الثانيه، هل يجوز للشريك ان يتمثل بالخصوم في مواجهه الغير؟ قال لي اول حاله ايوه طبعا يجوز للشريك ان يسترد حصته، وده حقه لان هو النهارده في بطلان. النهارده انا داخل الشركه على اساس ان هي ليها غرض معين، واكتشفت ان هي يعني مثلا داخل الشركه، نعم نتكلم عن النقطه رقم 2 دي عشان نفهم مع بعض. انا داخل الشركه عشان هاخد معاك من الارباح واخد معاك من الخسائر، فجاه لقيت ان انتوا بتتعاملوا مع بعض بشرط الاسد، بتاخدوا انتوا الارباح وتوزعوا على الناس اللي باقيه الارباح والخسائر. طبعا انا في الحاله دي هدفع بالبطلان المطلق، لان دوت ما ينفعش في الشركة ابدا يكون في حاجة اسمها قلنا نظام اللي هو شرط الاسد ده. طيب في الحالة دي من حق ايه؟ قالت في الحالة دي من حقك تسترد الاموال بتاعة حضرتك، ومن حقك كمان تدفع بيها في مواجهة الغير، وكمان الغير يتمسك بالبطلان. هو مين الغير ده؟ الغير ده يا فندم اللي هو بيتعامل مع الشركة. في حاجة اسمها شركاء اللي هما شركاء الشركة، وفي حاجة اسمها الغير الناس اللي بتتعامل مع الشركة. طيب انا حطيت المعلومه العامه في الاول وبعد كده ببدا افسرها معاكم واحده واحده، فممكن تلاقي الكلام بيتكرر عشان احنا بنذاكر مع بعض زي ما اتفقنا. ممكن تلاقي الكلام سهل، هو ده طبيعي جدا ان هو يبقى سهل، انما لو انت لاقي صعوبه في الكلام ده ممكن حضرتك تسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه وبعد كده نرجع لبعض تاني تسالني في محلات واقف فيه ونعيده مع بعض. طيب بعد كده هتكلم على البطلان لتخلف احد الشروط الموضوعيه الخاصه. لا تصور هنا مشكله البطلان عند تخلف احد الشروط الموضوعيه الخاصه باستثناء ركن وحيد هو قلنا زي ما قلنا شرط الايه؟ شرط الاسد. طيب البطلان كمان بيكون تخلف احد الشروط الشكليه زي شرط كتابه، شرط الشهر، كان العقد باطلا. والبطلان هنا بطلان من نوع خاص، يعني يحق للغير كدائن التمسك بهذا البطلان. انا النهارده جاي اتعامل مع حضرتك كشركه استيراد وتصدير، تمام؟ عشان بس نفهم الحته اللي هي اخر نقطه دي. لو جاي اتعامل مع حضرتك النهارده كشركه استيراد وتصدير، قال لي بيحق للغير الدائن لو انت عليك فلوس ليا وانت مدين ليا وانا دائن وحضرتك كشركه مدينه ليا، وانا لقيتك الشركه بتاعتك مش مسجله ومش مكتوب العقد بتاعك، انا ما ممكن اتمسك انا بهذا البطلان؟ اه طبعا، لانه بيحق للغير ان هو عايز يحمي حقه. زي ما قلنا كده، هو انت حضرتك بتقولي ان شركه استيراد التصدير مثلا اللي هي اسمها شركه استيراد التصدير العربيه مثلا او العربيات مثلا دي، بتقولي ان هي عليها ليكي فلوس. طب الشركه دي اصلا عقدها مش مكتوب. قال لي اذا تخلف ركن الكتابه او الشهر كان العقد باطلا، والبطلان هنا من نوع خاص، يحق للغير التمسك بهذا البطلان في مواجهه الشركاء، كما يحق للشركاء التمسك بهذا البطلان لكن فيما بينهم ايه؟ فيما بينهم فقط. يعني ممكن احنا يا دكتور انا الشريك وزميلي الشريك نتمسك بهذا البطلان فيما بيننا؟ ايوه يا فندم ممكن جدا تمسكوا بالبطلان ده، لان من حقكم يكون عقد الشركه ايه؟ يكون عقد الشركه مكتوب، تمام؟ بس ده كل الموضوع البطلان بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. والبطلان هو ايه؟ هو ازاله هذا العقد، هو الطعن في هذا العقد، او احنا بنطلب حقنا اللي احنا نتعدي لهذا العقد. بس البطلان بيكون من الشكل الموضوعي العام، الشكل الموضوعي الخاص، البطلان بيكون من الناحيه الشكليه. موضوع البطلان ده مهم جدا، بيجي في الامتحان زي ما اتفقنا مع بعض. ايه الحالات اللي بيحصل فيها؟ قال لي لو حصل بطلان مطلق حضرتك بتسترد الحصه بتاعتك وتتمسك بيه في مواجهه الناس الاخرين. لو حضرتك بطلان نسبي من حقك التمسك باثار البطلان. لو حضرتك بطلان خاص ممكن احنا نعدل والدنيا بعد كده تمشي سليمه جدا. طيب قال لي احنا قلنا برضو بنراجع مع بعض تاني، مين اللي يلحق ان هو يتمسك بالبطلان؟ قلنا من له حق التمسك الشركاء والغير. اذا تمسك بالبطلان احد الشركاء يتمسك به في مواجهه غيره من الشركاء الاخرين، وكمان بينصرف هذا التصرف الى المستقبل. ده طبيعي جدا، ما هو النهارده لما انا اجي اقطع انا اقول الشركه دي مش مسجله او مش ملهاش نظام شهري، الكلام ده بس النهارده، لا ده الكلام ده على مدار الحياه كلها. طيب اذا تمسك به الغير يتمسك به في مواجهه الايه؟ وينصرف اثاره الى المستقبل. طيب نظرية الشركة الفعلية يا شباب، عشان هنا دي كمان هيقول لك اكتب فيها نظرية الشركة الفعلية. الشركة الفعلية لا يتأثر البطلان، لا يصير البطلان أدنى صعوبة عندما يكتشف سببه منذ البداية، أي قبل أن ينفذ العقد. يعني احنا النهاردة اكتشفنا أي مشكلة في عقد الشركة، من الآخر كده ممكن نحلها مع بعض ونشوف إيه المشكلة ونقدر نواجهها مع بعض. إنما الكارثة فين؟ قال لي الكارثة حضرتك لما بتكوني خلاص الشركة فعلا اشتغلت
وبعد كده اكتشفنا الايه، اكتشفنا المشكله. يبقى البطلان لا يثير ادنى صعوبه عندما يكتشف منذ البدايه ويترتب عليه الاثار، ومع ذلك قد يكتشف البطلان بعد مرور فتره وتكون طويله. تكون الشركه فيها قد دخلت في معاملات مع الغير. النهارده احنا شركه الاستيراد والتصدير بتاعتنا بدات تخش في معاملات مع الناس في السوق، وبعد ما دخلت في المعاملات واكتسبت الحقوق وتحملت الالتزامات واشتغلنا فعلا بقى وبدانا ان احنا نتعامل بشكل طبيعي جدا، احنا شركه حقيقيه، اكتشفنا بعد كده ان في مشكله وان في غلط. في الحاله دي قال لي حدود نظريه الشركه الفعليه ونطاق تطبيقها. تطبق هذه النظريه عندما يؤسس البطلان على تخلف ركن الايه، قال لي تطبق هذه النظريه عندما يؤسس البطلان على عندما يؤسس هذا البطلان على ركن الشركه، وكمان عندنا على نظام الشهر. يبقى انا عندي حدود هذه النظريه، حدود هذه النظريه ان هي بتكون اول حاجه خالص مشكله الكتابه، مشكله الشهر، كل الانظمه دي او كل المشاكل دي بتواجه عقد هذه الشركه. طيب لما هنواجه النهارده، لما هنواجه النهارده مشكله زي انا اوريدي خلاص الشركه بتاعتي قامت، اوريدي خلاص الشركه بتاعتي اشتغلت، وبعد ما الشركه بتاعتي قامت والشركه بتاعتي اشتغلت اكتشفنا مشكله زي مشكله ان مفيش اصلا عقد مكتوب، ان مفيش توزيع ارباح وخسائر، ان مفيش تعدد شركاء. كل الحاجات دي لو تم اكتشافها قال لي هيحصل ايه؟ قال لي لو تم اكتشاف هذه المشاكل قال لي بنعمل بعد كده حاجه اسمها مواجهه هذه المشاكل في التعامل مع الاخرين. طيب يعني بعد يعني معنى كده يا دكتور ان من فتره ان انا من ساعه الشركه ما قامت لحد ما الشركه اشتغلت دي اسمها ايه؟ دي اسمها الشركه الفعليه. طيب تعالوا نشوف كده الشركه الفعليه دي اشكالها عامله ازاي؟ قال لي اعتبار هذه الشركه صحيحه ومنتج لاثارها. يعني ايه منتج لاثارها؟ يعني اي تعاملات قانونيه اتعاملت بيها او اي ارباح اي خسائر كل الكلام ده صحيح. طيب بعد كده قال لي هنعمل حاجه اسمها وجوب حل الشركه وتصفية اموالها، كل واحد من الشركاء بتوعنا ليه حق ان هو ياخد النصيب اللي هو دخل بيه. طب الناس اللي اتعاملت معانا من الغير اللي هي المية المربع اللي هو رقم 3 ده، الناس اللي اتعاملت معانا من الغير، قال لي الناس اللي اتعاملت معانا من الغير هتاخد جميع حقوقها لانه ما كانش يعرف ان حضرتك عندك مشكله وحصل بطلان عندك. طيب كل الكلام دوت ما فيهوش اي مشكله لحد دلوقتي، شايفه ان الموضوع سهل جدا. هبدا بعد كده ادخل على حاجه نهائيه خالص اسمها اثار الاعتراف بوجود الشركه. طيب احنا النهارده خلصنا مع بعض ان احنا هنواجه الاركان الموضوعيه العامه، واجهنا الاركان الموضوعيه الخاصه، واجهنا الاركان الشكليه، بعد كده انتقلنا لجزء بعده اسمه بطلان عقد الشركه. طب اثارها بقى هتكون ايه؟ قال لي اثارها تعهدات والتزامات، بتظل التعهدات والالتزامات الشركاء كلها قائمه وصحيحه. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ حضرتك النهارده انت اعترفت لي، هنرجع تاني مع بعض، احنا سالناها من شويه، اعترفت لي ان احنا عندنا شركه وهذه الشركه قائمه بالفعل، قائمه بالفعل، ده في بطلان، ما انت ما دفعتش بالبطلان، انت لسه فاكر ان الشركه صحيحه. طب التعهدات كلها صحيحه، حل الشركه وتصفيتها بمجرد صدور حكم بالبطلان، كل الكلام ده هيترتب عليه، كل الكلام ده هيترتب على كده بعد اكتشاف البطلان هيترتب عليه حل هذه الشركه. اعتبار هذا العقود اللي موجوده مع كل الغير عقود صحيحه ومنتجه لاثارها. يعني مثلا كان عندك عقد الشهر اللي جاي اللي انت هتسلم بعض الشركاء، او بلاش نقول بعض الشركاء، بعض الشركات الاخرى هتسلمهم بضاعه. طب انا اكتشفت بتاريخ النهارده بطلان، حضرتك العقد اللي عندنا الشهر الجاي ما يتاثرش بالكلام ده، هتسلم زي ما انت ملتزم ان انت هتسلمهم الشهر الجاي، البضاعه دي هتسلمها بشكل طبيعي جدا. ليه؟ لان هو الغير ملهوش ان هو يتحمل خسارتك ولا ليه ان هو يتحمل المشاكل اللي عندك في الشركه، الا في حاله واحده ودي الحاله الاخيره انا هقفل بيها الدرس ده، الا في حاله اذا كان الغير هو اللي بيدفع بالبطلان. يعني انا شخص غير اكتشفت ان حضرتك ما انتش عامل للشركه دي عقد، فانا اللي بدفع بالبطلان. في الحاله دي، الحاله دي الوحيده بس اللي من حق الشخص الغير هو اللي هيوقف تسليم البضاعه وهيوقف كل حاجه لحد ما يقول لك لا معلش اكتب لي عقد الشركه وابدا واجهني بيه عشان اعرف اتعامل مع شركه حقيقيه. بمنتهى البساطة. يبقى النهارده خدنا مع بعض حاجتين، خدنا مع بعض البطلان، وخدنا مع بعض آثار الاعتراف بالشركة الفعلية، وخدنا الشركة الفعلية يعني إيه، وخدنا مع بعض كمان إيه هي آثارها. بس أنا مش شايفة إن الموضوع صعب خالص، هنرجع مع بعض تاني مرة واثنين وثلاثة بعد إذنكم، وهيبقى كده فاضل لي بس محاضرة واحدة ودي إن شاء الله هناخدها، وبكده هنكون خلصنا منهجنا. ويا ريت اللي واقف معاه حاجة يبعت لي،
واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.